ملامح عدم الرضا والاستياء بدت واضحة على طلاب الثانوية العامة بعد خروجهم من تقديم امتحان الرياضيات بسبب ما وصفوه بأن الأسئلة صعبة خاصة لطلبة الفرع العلمي. يعني زي ما تحكي كيف أحكيها معقد زي نقطتين. بده وقت كويس بس الوقت سهل بس بده وقت طويل. طويل الامتحان كثير 6 صفحات بس بده وقت. أهم شيء إيش؟ عشان أنصح الجيل اللي قدام تمام؟ أهم شيء الوقت فعلياً الامتحان بس وقت والباقي إن شاء الله يعني. في كم من دائرة بدها تفكير شوي، آخر سؤالين كانوا يعني مرتبين والامتحان يعني كويس، يعني وقته منيح للي جاي دارس منيح. يعني آخر سؤالين فيهم ألعاب بس الحمد لله تمام عدى. الحمد لله. كويس يعني والوقت منيح متوسط يعني مش انه كثير صعب، في اسئله يعني متوسطه واسئله صعبه واسئله سهله كل شيء يعني كان سهل وكله من الكتاب وفي اغلب اسئله من الكتاب كان صراحه يعني زي رفع معدل كان. الحمد لله سهل، الحمد لله سهل، الوقت كفى كثير منيح. الطلبه اشتكوا من مستوى الاسئله الذي وصفوه بالصعب وان حل الاسئله بحاجه الى الوقت والتركيز. نفس الكتاب سؤال قيم قصوى والثاني نفس الكتاب، فيش فيه شيء ابدا ما فيه، بس دوائر على التركيز. يعني امتحان متوسط ما ضربونا بشيء صراحه، الاسئله كلها مباشره ويعني في شويه صعوبه بس مش هالصعوبه زي زمان يعني. لا الحمد لله نفدنا يعني. لا الحمد لله الامتحان كان كويس يعني، دوائر كان بسيطه، سؤال مقالي بس كان بده شويه وقت وباقي الاشياء كويسه. ولا اللي دارس يعني بتجيبه صح؟ صح والله صح. لا الحمد لله سهل سهل. بس كل الأسئلة تخريبة من الكتاب، يعني ما في غير نوادر اللي فيهم تركات، أما الباقي كله من الكتاب، يعني صدقوا لما قالوا إنه راح يعني للكل. متوسط وكله مستوى الكتاب وفي شيء طالع الكتاب يعني. كان سهل بس طويل يعني هو، بس كويس، أوان ما كويس. كلياتها من أسئلة الكتاب تقريباً، وسهل كان ومتوسط، مش صعب كثير. كان منيح مبدئياً بس يعني الامتحان هيك وهيك، والدوائر كانوا كثير لاعبين فيها يعني بده يعني صراحة، والعلمي أكلوا هوا فعلياً يعني، الأغلب طلع بيبكي وبعيط فمش عارفين. منيح بس بده تركيز كتير ووقت، الوقت مزبوط يعني. أنا لقيته سهل بس بده تركيز هو عشان الطرح وجمع فيه سوالف كتير. الحمد لله الامتحان كان سهل بس كان دقيق كتير. الامتحان كان يعني الوقت كان كتير منيح، ضع دائرة، في كم دائرة كانت شوي صعبة بس إنه الامتحان كان كتير منيح. المقالي كان بده كمان شوية وقت وبس سهل كان. سهل إلى متوسط، 3000 فروع جت بس قدرات عليا، يعني اللي دارس منيح منيح بيجي 160 فوق صراحة، واللي بيحكي صعب أنا آسفة بس هو مو دارس. يعني منيح في إشي يعني عادي براعي كل المستويات. آخرون من غير طلبة العلمي قالوا بأن الامتحان سهل لكن مع تركيز في بعض الأجوبة، وإن الأسئلة المقالية أسهل مقارنة بأسئلة الدوائر. كان صعب وطويل يعني مش سهل كان، وبس الوقت كافي وبس طويل، وده حل يعني وده وقت. صعب 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 بس يعني فيش تعليق بالمرة، دمرونا بس عادي يعني صعب بس ممكن ينحل. الوقت كويس بس برضو الدوائر صعبات، دوائر أصعب من المقالي كانوا. كتير صعب والإجابات كتير دقيقة كانت، ما قدرت أحل كتير بس الوقت كان مناسب يعني شوي. دحل صراحة كثير يعني، بالنهاية سحبوا منا الورق وإحنا لساتنا منحل، فبده وقت أكثر من هيك. بس هو بالمجمل يعني نفس مستوى الأسئلة السنة الماضية تاعت 2021 نفس الإشي. وصلت السؤال الأخير بتكون ميتة فبتحليهوش، بس الحمد لله يعني كويس. لا هو سهل لمتوسط بس كان بده وقت شوية، 10 دقائق ربع ساعة زيادة. صعب قبل ووصلنا السؤال الخامس ولا حبة. الامتحان كان صعب يعني في كتير صعوبة بس الدوائر مباشرة، يعني دوائر بنقدر إن ننجح فيها، أهم إشي ننجح بس.